السادة رؤساء الجامعات، السادة البرلمانيون، السادة المنتخبون، السادة لجان السلطة المحلية، السادة رؤساء المصالح الأمنية، السادة مدير المجتمع المدني ووسائل الإعلام، السادة رؤساء المصالح الخارجية والإدارة العمومية، السادة رؤساء الأقسام والمصالح الأمنية. حضرة السيدات والسادة، يشرفني في هذا اليوم المبارك أن أترأس حفل التنصيب السادة لجان السلطة الجدد الذين يتم تعيينهم بهذا الإقليم في إطار الحركة الانتقالية التي أسرتها وزارة الداخلية بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، وهي حركة تهدف إلى إعطاء نفس جديد للإدارة الترابية وتجديد روح مبادرة في دوائرها وتحقيق الفعالية خدمة للمصلحة العامة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق لتولي مناصب المسؤولية بهذه الأيام وتفعيل مبدأ الدستور ركن المسؤولية بالمحاسبة. حضرات السيدات والسادة، أستغل هذه المناسبة لأوجه دعوة للسادة رجال السلطة الجدد الملتحقين بهذا الإقليم بأن يكونوا في مستوى المسؤولية وأن يسعوا على تكوين مجالاتهم الترابية مستحضرين التوجيهات الملكية السامية المكابسة للمفهوم الجديد للسلطة الذي أعلن عنه صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في خطابه السامي اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 1993 في مدينة الدار البيضاء، حيث قال حفظه الله: نريد في هذه المناسبة أن نعرض المفهوم الجديد للسلطة وما يرتبط بها مبني على رعاية المصالح العمومية والشؤون المحلية وتدبير الشأن المحلي والمحافظة على السلم الاجتماعي، وهي مسؤولية لا يمكن النهوض بها داخل المكاتب الإدارية التي يجب أن تكون مفتوحة في وجه المواطنين، ولكن تتطلب احتكاكا مباشرا بهم وملامسة ميدانية لمشاكلهم بعين المكان وإشراكهم في إيجاد حلول مناسبة والملائمة. انتهى منظور صاحب الجلالة نصره الله. في هذا السياق أدعو السادة رجال السلطة المتحكمين بالإقليم إلى أن يكونوا شركاء وفاعلين رئيسيين في تحريك قاضية الإسلامية والدفع بها إلى الأمام، وذلك بتواجد ميداني فعال كما يتعين عليهم مسايرة الدينامية التي يعرفها إقليم المواصل ومواكبة الأوراق التنموية المفتوحة مع تفعيل سياسة القرب والتعرف بشكل دقيق على مشاكل المواطنين المطروحة بالإسراء إليهم واقتراح الحلول المناسبة لها بإشراف الهيئات المنتخبة والمصالح الإدارية المهنية وكل الفاعلين. إن مهمة رجال السلطة مهمة شريفة تتطلب الصدق والنزاهة وروح المسؤولية العالية والقرب من المواطن والتواصل المستمر معه والإنصات لإنشغالاته المريحة والصلاح على قضاء أغراضه الإدارية والاجتماعية. ورجل السلطة الناجح هو الذي يتعرف بسرعة على منطقته الترابية ويتفاعل مع انشغالات ساكنتها. هذا لتحقيق النجاح المتوقع لا بد من التأكيد على التنسيق الدائم مع جميع المتدخلين على المستوى المحلي من هيئات منتخبة ومصالح أمنية والهيئات السياسية والنقابية والفاعلين من المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين في إطار منهج تشاركي واستباقي للوصول إلى الأهداف المتوقعة. خدمة لرعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره. وبالنظر لخصوصية إقليم المواصل الذي يعرف دينامية كبيرة في مجال التعمير، أحث السادة رجال السلطة بهذه المناسبة قربا بموقعها على القيام بالدور المنوط بهم في ضبط مجال التعمير بتجنب الدائن والتحلي باليقظة والحزم والحرص على تضافر جهود جميع المتدخلين من منتخبين ومصالح مهنية لمحاربة كل الظواهر غير القانونية التي ترتبط بها. كما أهيب بصدد رجال السلطة الجدد السهر على إعطاء دفعة جديدة للتدبير الترابي ويبقى منظور يسمح بتحقيق التنمية المتواصلة والتطورات الحثيثة التي يشهدها هذا الإقليم في مختلف الميادين، إضافة إلى الإنصاف الدائم لهموم السكان وحماية أمنهم وسكينتهم وفق أبعاد ومرامي المفهوم الجديد للسلطة الذي نادى به صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره. حضرات السيدات والسادة، إن هذه الحركة الانتقالية هامت على مستوى إقليم المواصل عددا مهما من رجال السلطة، وبهذا المناسبة يسعدني أن أشكر بصفة خاصة ونيابة عن السادة المنتخبين وعن رجال السلطة والمصالح الأمنية وأطر موظفي هذا الإقليم السادة رجال السلطة الذين غادروا الإقليم على جزيل الخدمات التي أسلموها خلال فترة عملهم بهذا الإقليم، حيث كانوا مثالا لرجال السلطة المتميزين بالكفاءة العالية والأخلاق الطيبة، ولليقين أنهم سيتوفقون بإذن الله في مهامهم الجديدة متمنين لهم باسمكم باسم خاص كامل التوفيق والنجاح في مسارهم المهني. أما عن السادة رجال السلطة الجدد الذين تم تعيينهم للإقليم خلال هذه الحركة الانتقالية في تعلق الأمر بهم، السيد عبد العزيز
الذي سيشغل منصب كاتب عام الإقليم عن كاتب عام الإقليم المواصل، وهو من مواليد سنة 1971 بهذه العام، حاصل على دبلوم الدراسات العليا مع مقر الإنسان والمؤسسات، وهو خريج فوز 36 معهد ملكي لإدارة التراب، وقد سبق له أن شغل مناصب تالية: قائد قيادة سكتانة بإقليم داروداند، قائد قيادة أوروز بداروداند، قائد قيادة بني عمور بإقليم قلعة السلامة، قائد قيادة رأس نعيم بإقليم سطات، باشا مدينة بوعرفة إقليم فيقي، كاتب عام لإقليم فحص المجرى ابتداء من 2016. السيد يوسف العروسي الذي سيشغل منصب رئيس قسم الشؤون الداخلية لإقليم المواصل من مواليد مدينة مكناس سنة 1980، حاصل على إجازة القانون الخاص وخريج معهد ملكي للإدارة الترابية 1943، وقد سبق له أن شغل المناصب التالية: قائد نائب رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمارة مراكش، رئيس قسم الشؤون الداخلية بإقليم زكورة، رئيس قسم الشؤون الداخلية بإقليم الحرمة ابتداء من 2018. السيد رشيد بوعمون الذي سيشغل منصب باشا المواصل، وهو من مواليد سنة 1975 من منطقة زاوية الشيخ بإقليم أبن بلال، حاصل على دكتوراه في الحقوق بالإضافة إلى دبلوم دراسات عليا معمقة في القانون العام والقانون والعلوم الإدارية، خريج فورس 39 من معهد ملكي للإدارة الترابية، وقد سبق له أن شغل المناصب التالية: قائد نائب رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة سكانة بندور، قائد محقة الإدارية الثانية ترجوخ بعمالة سكانة بندور، قائد محقة الإدارية الثانية بوشاوية ولاة تيما إقليم تابودان، قائد محقة إدارية كابودا بإقليم سرو، قائد محقة إدارية الثانية المدينة القديمة بإقليم سرو، رئيس المنطقة الحرية الأولى بجمعية ناطو، رئيس دائرة الأوطى بإقليم ناطو من سنة 2019. السيد ربيع توغي الذي سيشغل منصب رئيس المنطقة الحضرية دار بوعزب، وهو من مواليد مدينة مراكش سنة 1984، حاصل على ماستر في البيوت التكنولوجي، وهو خريج الفوج 47 لجنة السلطة، وقد سبق له أن شغل المنصب التالي: قائد المحقة الإدارية الأولى بإقليم سوارة، قائد المحقة الإدارية الثانية بإقليم سوارة، قائد قيادة السدرات الجيل بإقليم تنغيم منذ سنة 2018. السيد مصطفى الوفا الذي سيشغل منصب رئيس منطقة حضاري ملحق بديوان سيناء، وهو من مواليد سنة 1964 بمدينة فاس، حاصل على الإجازة في القانون العام وخريج معهد ملكي للإدارة الترابية فوق 27، وقد سبق له أن شغل المناصب التالية: قائد ملحق الإدارية الثالثة بإقليم بكان، قائد ملحق الإدارية السادسة بعمالة تمارة، قائد ملحق الإدارية الخامسة بعمالة تمارة، باشا مدينة بوزان، باشا بشوية القطية بكانون بإقليم طنطان، باشا بشوية سكتزولة بإقليم أسفي، رئيس دائرة تعيين عمالة مكناس منذ سنة 2018. السيد عبد العزيز يعقوب الذي سيشغل منصب قائد نائب رئيس شؤون قسم الشؤون الداخلية بمواليد سنة 1990 بفاس، حصل على الماستر في العلوم الاقتصادية خريج معهد ملكي للإدارة الترابية 56. السيد جمال عقيل الذي سيشغل منصب قائد محقق إدارية الزاوية بشركة المواصل، وهو حاصل على الدكتوراه في القانون مواليد سنة 1973 بسبتمبر، خريج معهد ملكي للإدارة الترابية 35، وقد سبق له أن شغل المناصب التالية: قائد قيادة سيدي حيقر لمقنطرة، قائد قيادة الوامرة لإقليم العريش، قائد قيادة عين شعيب لإقليم تابودان، قائد قيادة واد أم الحبيب لإقليم شجاعون، وقائد الملحقة الإدارية الأولى لبشرية الرماني لإقليم خميسات منذ سنة 2018. السيد نور الدين الخضر الذي سيشغل منصب قائد الملحقة الإدارية المواصل بشرية المواصل، خريج معهد ملكي للإدارة الترابية 43، مواليد سنة 1977، حاصل على الإجازة في القانون الخاص بالإضافة إلى دبلوم دراسات عليا متخصصة في الحقوق، وقد سبق له أن شغل المناصب التالية: قائد قيادة كوعلان إقليم فيقي، قائد قيادة قبات الحاج إقليم بولمان، قائد قيادة إزمول إقليم حسيمة منذ 2018. السيد إبراهيم الأنتادي الذي سيشغل منصب قائد الحق الإداري المكنسة لجمعية بوسكورو، وهو مواليد سنة 1982، خريج الفوج 42 مع الملكي للإدارة الترابية، حاصل على ماستر القانون العام، وقد سبق له أن شغل المناصب التالية: قائد قيادة ماسا بإقليم الشرطة إتباها، قائد قيادة بيت الزمور بإقليم بوزدور منذ 2018. السيد مراد بن كرواني والذي سيشغل منصب قائد ملحقة إدارية بوسكورة بشوية بوسكورة، وهو من مواليد سنة 1972 إقليم سيدي قاسم، وهو خريج الفوج 41 مع الملكي للإدارة الترابية، حاصل على دبلوم دراسات عليا معمقة في العلوم الاقتصادية، حيث سبق له أن شغل المناصب التالية: قائد قيادة مدرسة بإقليم تمنات، قائد قيادة
الحراويين اللي كانوا في حسن جرى، قائد المحكمة الإدارية الثالثة بحكومة حسن جرى، وقائد المحكمة الإدارية الثالثة بحكومة سيدي سليمان منذ 2018. السيد العربي جاي منصوري الذي سيشغل منصب قائد المحكمة الإدارية رقم واحد من منطقة الحضارية رقم ولاد أحمد بشير طارق عزة، وهو من مواليد سنة 1991 مدينة فاس، حاصل على المصدر في التدريب العمومي والحكامة المالية، خرج مع الملك الإدارة الترابية في 52، وقد سبق له مشاغل المناصب التالية: قائد قيادة سيدي علي دائرة الرصاني سنة 2018. السيد فيصل شروق الذي سيشغل منصب قائد المحكمة الإدارية المصري بشوية برصان، وهو خريج معهد ملك الإدارة الترابية في 1948 من مواليد سنة 1986 من مراكش، حاصل على ماستر في تسيير المقاولات، وقد سبق له مشاغل المناصب التالية: قائد قيادة أوريكا بإقليم الحوز، قائد قيادة تخدمين بإقليم الحوز، قائد قيادة المستيك بإقليم سيدي الإفني، قائد ملحق الكتابة العامة بنفس الإقليم، قائد المحطة الإدارية الرابعة بإقليم التازة منذ 2018. السيد جلال الدين فسكر الذي سيشغل منصب قائد المحطة الإدارية السعادة بشبية مدازوز، وهو خريج معهد ملك الإدارة الترابية في 33 من مواليد 1969 بخنيفرة، حصل الإجازة في القانون العام بالإضافة إلى دبلوم دراسة رؤية المعمقة في العلاقات الدولية، وسبق له شغل المناصب التالية: قائد المحطة الإدارية 21 بإقليم ليون، قائد المحطة الإدارية 15 بإقليم ليون، قائد المحطة الإدارية 16 بإقليم ليون، قائد المحطة الإدارية 15 الفرح بعمل الرباط، قائد المحطة الإدارية 2 حسان بعمل الرباط، قائد قيادة بوزاكر بإقليم بنين، قائد قيادة إيموزا عملت الأدير من منذ 2018. السيد عبد الوهاب بن علي الذي سيشغل منصب قائد المحطة الإدارية بلد الزوز بشوية بلد الزوز من مواليد سنة 1984، حاصل على دبلوم مصر في العلوم الاقتصادية، خرج مع كمالة الإدارة الترابية في 1940، وقد سبق له أن شغل المناصب التالية: قائد قيادة جوان ربيع كلمة في حسن جرى، قائد محقق المحقق الإدارية الرابعة ببشرية الإنذار في المنظمة منذ 2018. السيد حسن عمار الذي سيشغل منصب قائد المحقق الإداري للمدينة الخضراء بشرية بوشكورة، وهو من مواليد سنة 1976 برشيدية، حصل على دبلوم دراسة عليا المعمقة في التطوير المندمج، خريج فوق 41 معهد الملك للإدارة الترابية، وقد سبق له أن شغل المناصب التالية: قائد قيادة الموالات في إقليم سيدي قاسم، قائد قيادة الهريق جلمان بإقليم خنيفرة، قائد رئيس دائرة خنيفرة بالنيابة، قائد قيادة الزوج، قائد دائرة الطاوية بإقليم العسيرة منذ 2018. السيد رشيد بيت خويا الذي سيشغل منصب قائد المحطة الإدارية ولاد حمد واحد المنطقة الحضرية الرحمة ولاد حمد بشوية طارق عزة، وهو من مواليد سنة 1985 أي ثلاث سنوات الشرقية إقليم تجريب، حصل على دبلوم ماستر في القانون في القانون العام، خرج مع الملك الإدارة الترابية في 1942، وقد سبق له أن شغل المناصب التالية: قائد قيادة مشروع العين في إقليم تارودان، قائد قيادة السد في إقليم مرتبط منذ 2018. السيد مصطفى العزوز الذي سيشغل قائد المحطة الإدارية بلاد صالح بشبية بلاد صالح، وهو من مواليد سنة 1990 بتمويل، حصل على دبلوم ماستر في تخصص أغراض المالية والتسوق والأسواق المالية، خرج مع الملك الإدارة الترابية في 1956. السيد رشيد ماهر قائد ملحق الإدارية بإقليم المواصل الذي تم إلحاقه بالكتاب العام الإقليم. وبموازاة مع ذلك، فقد تقرر إجراء حركة انتقالية داخلية بالنسبة لبعض الملحقات الإدارية بالإقليم، ويتعلق الأمر بما تنقيح السيد بهاء الدين أنوار المرحوم قائد الملحقة الإدارية لكنسة بشوية بسكورة إلى الملحقة الإدارية الرضيلة بنفس البشوية. تنقيح السيد علاء مناخ في تمزيان قائد الملحقة الإدارية ولاد حمد واحد بشوية دار عزة إلى الملحقة الإدارية رقم جوج بنفس البشوية. تنقيح السيد عثمان تامر قائد الملحقة الإدارية السعادة بشوية ولاد الزوز إلى الملحقة الإدارية بنبيل بشوية دار عزة. تنقيح السيد يوسف خندالي خليفة القائد مكلف الملحقة الإدارية بنبيل بشوية دار عزة إلى الملحقة الإدارية ولاد حمد جوج بنفس البشوية. تنقيح السيد ياسين مطور قائد الملحقة الإدارية بلاد بشبة بوسكورة الملحقة الإدارية دار بعزة. وفي الأخير أطلب من الجميع لا سيما السادة المنتخبين ورؤساء المصالح الأمنية والمصالح الخارجية بحكم الدائرة الاختصاصية مادية العون والدعم للسادة رجال السلطة الجدد لتسهيل مأمورياتهم حتى يتم التمكن من القيام بمهامهم على أحسن وجه، سيرا على النهج السياسة الرشيدة لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس الله ونصره الرامية إلى خدمة الصالح العام والدفع بعجل استنمية بوقوع المملكة المغربية الشريفة. حفظ الله المحبة ويدك الحميد الحكيم مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيد الله ونصره وشد الأزمة الأولية هي الأمير الجليل المغرب الحسن وسنوه السعيد الأمير مولى رشيد وكافة
أفراد أسرة الأهالي المجيدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.